السلام عليكم حبايبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه صراحه غزاله 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 بزاف، وجايبه بالخصوص للميمات والعيالات الكبار اللي ما كيعجبهم الصراحه الشيب، وهذا كيكون في النوادر وكينوض لهم الشيب، واخا هما كيبانوا مثلا كيكونوا مثلا كيبانوا صغار ونايض لهم الشيب كيزعجهم صراحه. فهاد الوصفه هادي واعره بزاف بزاف بزاف، ووصفه ديال جداتي صراحه، بغيت نشاركها معاكم ونتقاسمها معاكم بحكم ان يعني مجربه وهذا. فنتمنى انكم تفرجوا في الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر وتستافدوا من هاد الفيديو، وكنتمنى انكم تبقاو تجربوا كاع الوصفات ديالي حيت وصفات طبيعيه 100% الى ما نفعاتك ما تضرك. وما تنساوش الا كتشوفوا القناه لاول مره تابونا وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي. ما تنساوش الكومونتير وواحد اللايك. يلا غادي نخليكم مع الفيديو. اذا اخوتي كما كتشوفوا بالنسبه يعني المكونات ديال هاد الوصفه هذه صراحه مكونات كاينه في اي بيت صراحه، واقتصاديه وإيفيكاس 100% صراحه، كتحيد الشيب خصوصا داك الشيب اللي كيكون في النوادر وهذا. فكنتمنى ان لي مامو والعيالات الكبار يتبعوا معايا يعني هاد الطريقه ديال هاد الوصفه هذه من الاول حتى الاخر ويجربوها، واهم حاجه المداومه عليها. ما يمكنش انك ديريها غير مره واحده وتقولي لا راه ما مشاش مني الشيب، ضروري خاصك تداوميها فيما تكوني غادا للحمام ديريها لشعرك وتبقاي بيها، ومن بعد تغسليها. راه داك الشيب صراحه كيتلون وما كيبقاش نهائيا بيض. بالنسبه للمكونات عندي هنا البصله الحمراء، القشور ديال البصله حمراء وحده كما كتشوفوا، غادي نجي هنايا انا دايرهم هنايا ودايره عليهم تقريبا واحد كويس ديال الماء وخليتهم كيطبخوا كما كتشوفوا. انا غادي نكبهم هنايا باقي سخانين. القشور ديال البصله الحمراء، كنأكد على البصله الحمراء البنات والعيالات، البصله الحمراء انتما كما كتشوفوا يعني اللون ديالها ولا احمر. هانتوما انا كنصور في الكوزينه قبلوا عليا. من بعد شنو عندي؟ سمحوا لي، عندي هنايا غادي تمشيو عند العطار غادي تقولوا ليه يعطيكم العشوب ديال الشعر. العشوب ديال الشعر تيكون فيهم الورد، القرنفل، الحنة، كيكونوا بزاف ديال العشوب كيكونوا مطحونين، كتاخديهم من عند العطار وتاكدي باللي هما ديال الشعر. وعندي هنايا الحنة ديال الشعر، حنة رطبة. بالنسبة لهاد العشوب راه فيهم الحنة ولكن فيهم الحنة حرشة، هادي تا هي ديال الشعر ولكن رطبة. هنايا عندي شوية ديال العكر الفاسي، إلا ما بغيتيش ماشي مشكل يعني ما ديريش. فالعكر الفاسي معروف عليه يعني كنستعمله في الوصفات الطبيعية، خصوصا في الوصفات ديال الوجه وهذا، وحتى ديال الشعر والرجيلات والديدات ديجا انا درت فيديو عليهم. عندي هنايا بودر كاكاو نواغ، بودر كاكاو في الكحل هذاك اللي كنصايبو في كيكه وهذا. وعندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال نيسكافي سريع الذوبان. غادي نعاود معكم لي زانغريديو اولا المكونات. عندي هنا العشوب ديال الشعر، عندي الحنه رطبه ياك ديال الشعر ماشي ديال اليدين ديال الشعر. عندي هنايا بودر كاكاو في الكحل، شويه ديال العكر الفاسي وتقدروا انكم تستغناو عليه. وعندي هنايا معلقه ديال نيسكافي سريع الذوبان. وعندي القشور ديال بصله وحده طايبين مزيان حتى ولا اللون ديالهم في الاحمر. بالنسبه لسميتو انا غادي نخلط هنايا، غادي ناخذ هذه الكميه كامله غادي نديرها. سمحوا لي كنصور بيد ياك. غادي ناخذ الحنينه، انا هاد الوصفه ما غاديش نديرها انا بطبيعه الحال لان انا ما فيهاش الشيب. واصلا البنات اللي كيصبغوا هذا ما يديروش هاد الوصفه، انا هاد الوصفه جايباها للعيالات الكبار اللي كيزعجهم داك الشيب. ودابا انا كنلقى بحال هكا لي مامو يعني كتشوفيها مباشره كتبان لك صغيره ولكن عندها الشيب يعني كينوض لها الشيب، ف كيكون زعجها صراحه وما كيعجبهاش. فماشي مشكل اننا نديرو هكا وصفات طبيعيه وتهلاو في ريوسكم كما كتشوفوا. كنخلط النواشف وكنخلط بالماء ديال
ديال البصله الحمراء. كنأكد على البصله الحمراء ضروري البصله الحمراء. راه معايا ماما في الكوزينه راه قالت لكم باللي راه ماما اللي غديرها عندها واحد شويه الشيب ضروري المداومه ريحه غزاله صراحه بحال كتصبغي شعرك بالاكاجو. المهم ما كيبقاش بيض ولكن المداومه راه سمعتوا ماما شنو كتقول قالت لكم المداومه ضروري منها الريحه ديالها زوينه. ماما نجريها ولا نخليها عاقده شويه حيت انا اول مره غادي نزيد شويه الماء كما كتشوفوا. انا كندير التعليمات ديال ماما حيت هاد الوصفه ماشي ديالتي ديالكم الميمات الميمات العيالات الكبار. المهم نحركها مزيان. الا بغيتوا كاع ديروا الصابون البلدي حتى هو ماشي مشكل. وانتم عارفين دابا البنات انا نهضر مع البنات نتوما عارفين دابا العيالات الكبار هكا كيمشيو للحمام تعجبهم هادشي هذا التخليطه بحال هكا الحنه تيديروها لشعرهم اغلبيه ما تيصبغوش. فالبنات ما ديروش نتوما هاد الوصفه انا كنهضر غير مع العيالات الكبار اللي عندهم الشيب يديروا هاد الوصفه هذه ويداوموا عليها داوموا عليها. فما تمشي للحمام ديري هاد الوصفه هذه راها واعره والريحه خطيره. وهاد الشيء هذا صحي صراحه راه ما كاين لا صباغه لا يديك لا يخليك. هذاك الشيء ديال الصبايغ اللي كنديروا حنا راه ماشي صحي. ها صحي ها هو هاد الشيء كيقوي الشعر كيحيد كيشق لك الشعر ديالك كتبقى ديك الريحه زوينه واخا تتغسلي بشامبوان كتبقى ريحه الحنه زوينه متقرن في المطحون يتزاد ديك الريحه زوينه في الراس العشوب زوينين صراحه على الراس. هذه هي الوصفه ديال ماما اولا ديال جداتي كما كتشوفوا ها هي زوينه باقا سخونه تدفعد غادي ديرها ماما. كنتمنى من الله ان هذا الفيديو بطبيعه الحال ما غاديش نجرب عليا لان نتوما عارفين انا ما فيا لا شي بلا والو واصلا ما يمكنش ليا ندير انا الحنه لشعري لان شعري مصبوغ. مهم راه ماما اللي غادي ديرها بطبيعه الحال وماما ما تتبانش ما يمكنش انني نبينها. نتمنى من الله الميمات ديالي ان هاد الوصفه هادي تعجبكم وجربوها وداوموها ماشي تجربوها النهار الاول وتقولوا لي راه حنا صافي درناها فاطمه الزهراء وهذا. لا لا انا ما نبغيكم زعما يعني ديروها تقريبا واحد الشهر داوموها واحد الشهر وردوا عليا الخبر. انا ما عنديش مشكل انا نتسناكم حتى تردوا عليا الخبر. يلاه اخوتي تهلاو ليا في ريوسكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش تخليو ليا واحد العدد كبير ديال لي لايك في هذا الفيديو تخليو ليا لي كومونتير ديالكم زوينين اللي كيحفزوني انني نزيد نقدام والاشتراكات ديالكم كيهموني صراحه باش القناه تكبر. قناه بطبيعه الحال راه ديالي وديالكم. نتمنى من الله اننا نديرو يد في يد واننا نكبروا هاد القناه بهاد المحتوى بطبيعه الحال المحتوى ديال الوصفات الطبيعيه. ونتمنى نكون عند حسن ظن الجميع. يا ربي تهلاو في ريوسكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. بسلام عليكم.